السلام عليكم، اهلا اخواتي واخوتي، مرحبا بكم في قناتي يوميات بسمه وامها. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس وبخير وبصحه يا رب. اليوم جيتكم في روتين تحضير عشاء، كنت نوجد عشاتي، كنت نوجد لكم في طاجين تاع شيفلور بالبطاطا غراتان في الكوشه، ومن بعد جاوني الضياف بديت نزيد منه ومن لازم ما تجيش تحطي هاد الكراتان، زيد حوايج اخرين. دوك تشوفوا معايا كيفاش درت. قبل ما نبداو نصليو على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. هنا درت، تحبوا تعبروا زوج مغارف تاع دهان ولا مورسو كما تشوفوا، واحد 50 غرام ولا تاع دهان ديروا بها. درت على النار، هنا البطاطا يتفور، وهنا الشيفلور درتو في الماء والملح، ودرت انا ما كاش عندي الليم، درت شويه مغرفه تاع خل، درت مي درتو ينسلق. وهنا كي الزبده تشوفوا دابت لي دهان، داب لي هنا في الكاسرونه هذه، درت غربلت زوج مغارف تاع فرينه باش نديرو كريمه بيشاميل، نغربلوهم من الاحسن دائما نغربل ونحركهم. وهاد الفرينه نحمصوها كيما نديرو الطمينه، نخليوها تتحمص طيب لنا باش تجي بيشاميل، تجي بنينه. شوفوا تتحصلوا عليها على شكل كتله، ونخليها على نار هاديه، على نار متوسطه كما تشوفوا، خليها تتحمر لنا مليح، ومن بعد ندفع عليها الحليب. الا حبيتوها خفيفه نضيفوا حتى لتر تاع حليب، ولا نخلي حبيتوها انا ندير 3 الكيسان تاع حليب، ما نكملش لتر، نخلي من واحد الكاس وشويه. بدي نضيف انا بالعقلي بشويه بشويه حتى نتحصل على القوام اللي راني حاباته. نحب ندير طبقات في هذا الكراتان، نحب ندير طبقات ماشي كيما اللي ندير به مقارون. والشيفلور باش ما يجيش فيه الريحه، ديروا معاه مورسون تاع خبز يابس ولا بور تاع الليم ولا مغرفه تاع خل، اي نوع يكون عندكم تاع خل، ما تجي فيه لا ريحه لا والو، يجي هو ما يديش وقت كبير باش يطيب. تشوفوا درتو ينسلق، كاين اللي يحب يفورون، نحب ريحته تروح. وهنا كي طاب لي تشوفوا جبت الفرماج هذا تاع الطالع، زوج مغارف كبار ضيفتهم في البيشاميل تاعنا باش يجي بنين. هذا موزاريلا، هاد الكراتان حبيت يجي بنين، نضيف عليه شويه هاد بنه الشيدر نربي عليه، وشويه تاع الجبن اللي وريتلكم في الاول. وهنا ندير رشه تاع الملح، راك تشوفوا درت 3 الانواع تاع الفرماج باش يجينا هذا الطبق رائع وبنين. وانتم معليش تحبوا ديروا تاع الحبات ولا معليش، هنا دير ضفت رشه تاع الفلفل الاسود. هنا تحبوا ديروا شويه تاع الثوم، فص تاع الثوم ولا الغبره الثوم، انا دوكم معنا ندير في اللحم الملحي الثوم، ما حبيتش نضيف في لاصوص بيشاميل. نرابي شويه جبن، شويه من باش يجينا يعطينا ذوق رائع. وهذا جبن المونزاري اللي يجي يجبد، يجي ما شاء الله يزيد له طعم. هذا نستخدمه في البيتزات وكامل. هنا نصفي هذاك الشيفلور، هنا نستنى الجبن يذوب لنا في لاصوص بيشاميل، ونطفي عليه النار. تشوفوا ما شاء الله في سعيد بالسخانه، راني طفيت له ونخليه على جهه. البطاطا حطيتها في تشوفوا في الاشوار، حطيت شويه بصل، درت واحد ربع مغارف تاع زيت في المقله، ونحط هذيك البصل تتقلى لنا، هذيك الحشوه تاع نديروها باللحم المرحي كيما اللي نخدموا بها البوراك. هنا البطاطا انا كنت مقلقه، تشوفوا في البلا اللي نطيب فيه رحيت فيه هذه البطاطا، راه مسلوقه بالملح، فورتها ورشيت عليها الملح. تحبوا تسلقوها تحبوا تفوروها. من بعد ما البصل تقلات لي زدت عليها اللحم المرحي، اي نوع يكون عندكم تاع الدجاج ولا الداند ولا لحم خروف كيما كاين اللي كاين كيما اللي نديرو به البوراك. من بعد نخلط حتى يطيب لنا داك اللحم، ما يديش وقت كبير، البصل راهي مقليه. من بعد نديرو نكمل معاكم الوصفه، كنت معمله ندير لكم في فيديو بالتفصيل. ومن بعد هنا رابيت 3 فصوص تاع الثوم على اللحم المرحي، راني غسلت شويه تاع قصبر، نخليه حتى نطفي النار ونقطع عليه شويه تاع قصبر باش تبقى فيه البنه تاع قصبر في الاخير. دوك نضيف له شويه توابلي شويه شويه ما نكثرش. هنا على راس المغرفه ضفت شويه تاع هريسه تزيد لها ذوق. وهنا عندنا لاموطار الثاني على راس المغرفه صغيره، نديروا شويه لاموطار ولا ما عندكمش تستغناو عليهم، انا كانوا متواجدين حبيت نزيد في البنه. وهنا عندنا صلصه صويا ضفت واحد المغرفه صغيره تزيد لها ذوق، ونخلط كامل هذه المكونات. وانا هنا ما درتش الملح حتى الاخير، تشوفوا معايا، وندير شويه شويه تاع التوابل باش ما نبدلوش من الطعم تاع اللحم، يقعد اللحم بنته هي هي. ضفت رشه خفيفه تاع الفلفل الاحمر،
كركم رشه خفيفه، انا شويه تاع زريعه القزبر رشه خفيفه تاني، هي مليحه مع اللحم، شويه فلفل اسود شويه ما كثرتش، دائما ما تكثروش، ونخلط هنا الملح في الاخير، انا تاني حتى الاخير باش ندير الملح، ديروا على حسب الذوق تاعكم، على نص مغرفه صغيره وذوقوا، ولا خصو زيدوا له، نخلط بالمغرفه تاع الحطب دائما، وهنا كي نطفي النار ندير القزبر الورق الورق قطعتهم شويه شويه ونحطهم عليه باش يبقى الذوق، ونخلي على جهه حتى نمونطيو هذا الكراتان تاعنا. وهاد الحشوه دوك ندير بها شحال من حاجه، ندير شويه في الكراتان، ندير شويه في البوراك باش نكثر الاطباق، خاصه كي يجونا ضيوف نحبوا نحمروا وجوهنا. ندير الطبقه تاع البطاطا لبستها بالفرشيطه، زيت الطبقه كما تشوفوا نتاع لاصوص بيشاميل، وندير طبقه تاع اللحم المرحي شويه شويه وتعطيها ذوق ما شاء الله. كنت خدمتها معاكم في فيديو سابق تاني في روتين، وبدون هاد درتي شيفلور ولاصوص بيشاميل والبطاطا، وما درتش اللحم المرحي والبصل كامل، وجات رائعه، وبزاف الاخوات طلبوا مني نعاود هاد الكراتان، راني عاودت لكم بصح تاني في روتين، ان شاء الله الاخوات اللي طلبوه مني يشوفوه ويجربوه، والله ما حد كاين شيفلور يجي رائع. هنا الشيفلور شوفوا درتو طبقه ما مرحيتوش، فتتوي بصباعي هذا ما كان، وزيد الطبقه نتاع هذه الحشوه نتاعنا تاع البصل واللحم المرحي، ما تحسوش كامل بالنتاع الشيفلور، والله اللي ولاده ما ياكلوهش يوليو مدمنين عليه، يوليو ياكلوه يحسبوه بطاطا، يجي رائع والله. غير جربوه بهذه الطريقه، تجمعوا البطاطا والشيفلور ولاصوص بيشاميل هي اللي تعطيه بنه ما شاء الله، فيها الفرماج كامل. وهنا كطبقه اخيره نضيفوا لاصوص هذه بيشاميل، تحبوا تزيدوا رشه تاع الجبن من الفوق، انا راه عندي غاني بالجبن ما نزيدلوش، ندخلوا الكوشه نشعلوا من تحت ومن الفوق، وتنجموا في القاع ديروا شويه لاصوص بيشاميل قبل ما تبديو بالبطاطا. ان شاء الله اخواتي يكونوا فهموني على بالي كامل، تعرفوا لو دخلتوا الكوشه كي طانا هذا الكراتينه مع الوجه، درنا هذه الطبقه خرجتو شو عاد حامين نجبد معاكم، هو كي يبرد يجي متماسك احسن. انا هنا جا ولدي حبيت نجبد له شويه عليها، تشوفوا فرت البلا بصح معليش، جا بنين بنين بزاف والله ما شاء الله، ها يكون عاد ما متماسكش، بصح كي يبرد يولي تقطعوه مرصويات نيشان، تشوفوا معي في الاخير. وهنا عندي خبز تاع سوريا، قليت شويه تاع بطاطا وديت شويه لحم مرحي شويه جبن رابيت شويه فرامج وطويته. هنا البوراك كيف درت شويه بطاطا مسلوقه وشويه لحم وشويه فرماج، وغادي نقليهم بوراكات، كان عندي ديول كان عندي الخبز تاع سوريا هذه دائما نشريهم ونحطهم في الثلاجه كي يجيني ضيف ولا نجبد ونخدم بهم. هنا درتها في باني باش تعطيني هذوك الخطوط، وكاين هذو شويه درت عليهم الجبن من الفوق ودخلت من الكوشه، يجينا شكل طاقوس مختلف، جا رائع وبنين ما شاء الله، غني بالاجبان. انا كنت مقلقه كنت ما حمرتهمش حتى مليح بالقلق، بصح جاوا بنه رائعه وكل شيء نتكل ما شاء الله الحمد لله، نعم الله محفظها من الزوال. هذا هو العشاء متواضع، وضفت شويه تاع شوربه ثاني ديرتها خفيفه ظريفه، جابوا جي وشويه ديسير شويه بوراك قليتو نشفتو في الكارط، راهم يتعشاو بصحتهم. شوفوا من مقادير اقتصادية حوايج قلالي عشاتنا ورديناها عشاء تاع ضيوف، والحمد لله حمرنا وجوهنا، وربي يبارك فيكم وفي ولادكم حبيباتي. وما تنساوناش اللايك، اللي دخلتوا جداد معنا مرحبا بكم، ما تنساوناش اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هنا هما يتعشاو ولادي مره مره يصوروا لقطات باش نوري لكم كيفاش فات عشاتنا، جا اقتصادي، وهذا ما يحبوا ولادنا خاصه كي يجوكم ضيوف وفيهم الاطفال ويحبوا هاد الصوالح، ديروا لهم هاد الحوايج تشوفوا كلشي نتكل، اللي يبقى يبقى الغدوه ثاني نعاود نحميوه وناكلوه. وهاد الكراتان كما راكم تشوفوا راه متماسك كيبرد، الشوربه ثاني جات رائعه، ما شاركتهاش معاكم كنت مقلقه درتها من جهه. حنا اللي نخمل الطابله ماشي دائما كلشي معاكم مسقد، مره مره كنكون نخمل نحب نصور مع اخواتي، راكم تشوفوا راني نوريكم الكراتان كيفاش ولا متماسك، شوفوا يجي رائع من احسن هكا يكون بارد، تاكلو حامي ولا بارد كيف كيف يجي بنين بزاف، ان شاء الله ديروه لولادكم باش هكا ياكلو لكم كامل الخضره كامل الانواع ياكلوها لكم. اخواتي نشكركم بزاف بزاف على التعليقات الرائعه المحفزه تاعكم، ربي يجازيكم كل خير، والى الفيديو القادم ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه.